الله أكبر. حمص 11/6/2012، قصف كنائس، هاي كنيسة أم النار تقصف. أقدم كنيسة في سوريا. هاي أقدم كنائس سورية هاي. حسبنا الله ونعم الوكيل. شوفوا بعيونكم القصف على المساجد والكنائس. لا احترام لمساجد، لا احترام لكنائس، لا احترام لبشر. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. 11/6/2012، أحيا حمص القليمي.